امي كانتك ماما لما يبقى يشطحك. يا ماما يا ماما دخلني دخلني اقعد الضغط عليه عطية. طب ارتاحي ارتاحي. دماغي ارتاحي. وانا قلت ان انا صعبت عليكي فجاي تطمني عليا؟ هو ده وعد هزار؟ مش كفايه المصايب اللي انت عملتها؟ مصايب ايه بس يا ماما؟ انا بتاع مصايب؟ بصراحه لا، انت طول عمرك طيب وحنين زي امك، لكن هو جدك وعمك قص المصايب اللي طنهم وراك لحد ما عملت لهم خدك مداس. لو سمحتي من فضلك يا هانم، هو انت لازم تقولي اسم جده في جمله مفيده؟ هو انت هنا يا عم جابر؟ اوعى ولا اوعى وانا جايه رايحه السيمه. مش عيب عليك يا راجل تشوف ابن اخوك اللي بيعمله فينا؟ ويا ريتك واقف ساكت، ده انت عمال تسحف له وتطبل له. الله يسامحك يا مرات ابن اخويا. ما شغل السهوكه بتاعك ده مش هيخيل عليا، ده انا حافظاه وشربال الركب. انا شايفاك وعارفه انت بتعمل ايه كويس قوي. ان كنت انت خبت انت وابن اخوك، فانا مش هسمح لكم انكم تخيبوا عيالي زيكم وتفشلوهم. يا ماما مش هسمح فيه ابدا. يا ماما بقى لو سمحتي بقى. يا اخويا كفايه. ماما ايه وزفت ايه؟ انا مش عارفه احلقيها منك ولا من اخوك. الناس خيبتهم السبت والحد، وخيبت عيال يسرية ما وردتش على حد. واحد اهبل ورايح يوزع فلوسه على اللي يسوى واللي ما يسواش، ولا من اخوك؟ اخوك اللي اتجوز صاحبة مراته. ايه؟ مدحت اتجوز؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ اجيك قلتيها بعظمة لسانك. يعني انا وبليغ ملناش دخل باللي بيحصل في قصرك الكبير، ومش هسمح لك انك تعمليني انا وبليغ شماعه تعلقي عليها اخطائك وعقدك النفسيه. يا لهوي. مش قصدي مش قصدي. انا مع حد. والله ما قصدي. انا مع حد يا راجل. بقول لك ايه يا يسريه؟ اي نعم امين الله يرحمه ساب لك فلوس متلتله تشتري وتعملي بيها اللي انت عايزاه، بس بفلوسك دي مش هتقدر تشتريني انا وبليغ. هنفضل كده الشوكه في حلقك. ها وفلوسك لا هتجيب لك ادب ولا تاريخ ولا تربيه ولا احترام. ده انت بتهزقني في بيتك بقى. انت اللي هزقت نفسك لتاني مره، واخر مره هقولها لك. عايزه الواد ابنك اتفضلي اهو ملوي هدومه، اتفضلي خليه يمشي معاكي. عايز تقعد يا حبيبي؟ انت عارف بيت جدك بيتك، اقعد زي ما انت عايز. يا حبيبي بقى شويه والنبي ايه ده شويه. انت تخلص خالص تسمع الكلام؟ عايز تمشي مع امك امشي. ها ها شفت يا حبيبي؟ شفت جدك بيقول ايه وبيعمل ايه؟ تعالى معايا يا حبيبي، تعالى مع امك. جاي معايا صح؟ في حضن امك يا اخويا. تعالى معايا يا اخويا. جاي معايا يا طارق صح؟